يعتبروها عطلة رسمية مناسبة وطنية. شو رأيكم نعلن عن منع تجول يا سيدنا؟ يجب لحقوق المواطنين أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا شبابيكهم وينزلوا أباجوراتهم ويسكروا ستائر نوافذهم. وقد أعذر من أنذر. والقانون هداش والقانون ما بيخلي حدا ينبسط. الله يخلي لنا الحكومة. نحن رح نفهم أكثر من حكومتنا. بعدين الحكومة بتعرف مصلحتنا صح ولا لا؟ أي مظبوط. الشعب لكم بالمشاضة. الشعب لكم بالمرصاد. صابك شيء؟ لا صار لي شيء. تصير لك شيء؟ لا ما بدي شيء، بس بدي لحق. ولا بدي لحق. كأني فواح وواح جاي من هنيك. ها؟ ما بدي أقوله سيدي، والله مبيني ليك وينه. ننزل يعني؟ لكن شو نرقص؟ دقت يا شباب دقت. مين دق؟ دقت ساعة الصفر. انزلوا. وقف عندك ولد ولا حركة. هيا سلاحك. طلعونا ولا والله ما عملنا شيء. ولا يا حبيبي والله. لا عمل.